في البداية عايز أعرف من حضرتك أهمية هذا الاتحاد، متى أنشئ وإيه الدور اللي بيقوم بيه لدعم المرأة الفلسطينية؟ شوف، بالنسبة للاتحادات النسوية خلينا نحكي من بدري. يعني الأول اتحاد نسائي عربي أسس في مدينة القدس كان عام 1928. كانت مجموعة من النسوة زي ما قلت لحضرتكم أنه استشعروا الضرورة أن يكون العمل النسوي منظم. المرأة الفلسطينية من فطرتها يعني بتحمي أسرتها وعائلتها وتقوم بعمل التطبيب والتعليم ومساعدة الصور، ولكن العمل المنظم كان ضرورة قصوى حتى لحقوقها كالمدنية يعني. فبدأ العمل من خلال اتحاد النساء العربي واستمر بعده لحد الآن بعد النكبة المؤسسات النسوية حتى تأسيس اتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعد تأسيس منظمة التحرير. وبداية الثورة الفلسطينية كانت بداية تأسيس اتحاد المرأة الفلسطينية كمؤسسة وككيان يتبع منظمة التحرير، وبدأ العمل أكبر كعمل اجتماعي اقتصادي مساند للمرأة وللأسرة الفلسطينية للعمل النضالي والثوري. فإحنا عندنا في مصر تأسست جمعية رابطة المرأة الفلسطينية عام 1963. برضو كان يعني كانت الظروف يعني كانت الظروف يعني شبيهة بعد النكبة وبعد الهجرة وكده، فكانت السيدات محتاجين لهذا المكان اللي بيتجمعوا فيه وبيحكوا عن مشاكلهم وعن احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والأسرية، فبدأ كمعونة لهم وكمساعدة لهم. اتحاد العام للمرأة الفلسطيني لما تأسس بدأ معه كمل العملية النضالية والثورية والمساعدات. يعني الاتحاد المرأة الفلسطينية من بداية تأسيسه حتى الآن، وإحنا عندنا في فرع مصر المساعدات العينية والمادية والدعم النفسي والمعنوي إحنا بنوصله لا رفقائنا. كان أيام في الجبهة لما كانت الحروب 67 73 حتى في بداية الثمانينات وبعدين الانتفاضات، كان الاتحاد المرأة الفلسطينية يعني بيلبي نداء إخواتنا. المرأة الفلسطينية زي ما كان شاذلي بيقول منذ بداية زيارة بلفور لفلسطين، مرورا بقى بسنوات كبيرة من النضال، مش هننسى سنة 70 الاحتجاج العام والإضراب عن الطعام اللي قامت به الأسيرات الفلسطينيات لدى جيش الاحتلال، وقد إيه صمدوا لمدة 9 أيام يعني ورا بعض بلا أكل أو شرب أو أي شيء ضد الظلم اللي بيحصل ضدهم في السجون، واستمر الموضوع على مدار السنين. دور المرأة الفلسطينية إنها تقعد طول السنين دي واقفة وصامدة وقادرة تربي الولد اللي شفناه بيلقن أخوه الشهادة، عملت إيه؟ يعني إزاي قدرت تعمل كده؟ شوفي، هو الظروف اللي توضعت فيها المرأة الفلسطينية على مدار السنين خلقت منها شخصية قوية جدا، الشجاعة، القوة، الصمود. احنا تعلمنا يعني ده فطري من الأجيال من قبل النكبة وبعد النكبة. المرأة عانت من اللجوء والتشرد والتهجير والمعاناة من داخل أرض المحتلة تحت الاحتلال وتحت الحصار. ده نقلنا لأولادنا، يعني اتنقل لأولادنا كيف ان احنا نربي اولادنا على حب الوطن، على الوطنيه، على الـ 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 على حقوقنا الشرعيه، كيف ان احنا نحافظ على حقوقنا. يعني مش معنى ان احنا عشنا بره فلسطين في الشتات سواء كان في اماكن اللجوء او في الخارج او في اي مكان في العالم، احنا مش معنى كده ان احنا ننسى قضيتنا. يعني انا مثلا عشت وتربيت في السعوديه، انا ما شفتش فلسطين، ولكن وانا طفلة كنت بردد أغاني الفلسطينية الوطنية، وكنت حافظة مدينتي، وكنت حافظة كانت أمي تحكي لي، إحنا تشرح لي إحنا بيتنا وأراضينا وأجدادنا كانوا بيعملوا إيه. فعلمونا إنه إحنا المفتاح ده رمز المقاومة، علمونا إنه ده معناها إيه اللي كان بيرتديها الله يرحمه أبو عمار. يعني علمونا أنه ده رمز مقاومة، هذا رمز من رموز المقاومة. علمونا أنه التوب الفلسطيني ده توب
التاريخ والهوية والتراث. احنا لازم برضو كبنات نحافظ على هويتنا، سيدات نحافظ على تراثنا هويتنا. يعني ندخل التطريز حتى في بلوزات، يعني يا بنات البلوزات دي التطريز طبعا. ده اللي بيحاول الاحتلال او الكيان الصهيوني انه يسرقه، لا احنا بنحافظ عليه، وده اللي احنا بنعمله في الاتحاد المرأة الفلسطينية من خلال اللجان المختلفة، عنا لجنة الثقافية، لجنة الإعلام، لجنة العلاقات الخارجية والداخلية، التواصل مع كلكم فلسطينيات. هو طبعا اكيد زوجات فلسطينيات، زوجات مصريين، مصريات زوجات فلسطينيين، والابناء حتى في عنا عضوات مصريات داعمات. عندنا عضوات مصريات داعمات، احنا يعني احنا اخوات طبعا. حتى يعني في بيجونا عضوات اخواتنا من لجان المرأة، من الاحزاب المختلفة، من المؤسسات النسوية، من عضوات البرلمان، بيقولونا احنا مستعدين، واحنا فعلا فتح يعني في الاتحاد بنتقبل المساعدات العلمية وكل ما يختص يعني بيخص الأسرة ان احنا نبعتها. وعايزة اقول كمان انه بتوصلنا رسائل، احنا محتاجين مية، اكتر حاجة عايزينها مية. يعني لسه امبارح يعني وصلتنا رسائل، احنا اكل لكن احنا محتاجين الميه. شوف بالاضافه لكل النقص اللي موجود من الوقود، الغذاء، المعدات الطبيه بعد ما قطعت الكهرباء امبارح، ولكن يطلبوا الميه. وبرضه وصلتنا صور الطفل ماسك ازازتين ميه، بيقول يعني ان احنا بشكر مصر. يعني شوف قد ايه احنا محتاجين لكده.